صباح الخير طلابي الصف الأول. درسنا اليوم طرح عدد من عدد مكون من مرتبتين، صفحة 182. فكرة الدرس: اطرح عددين من مرتبتين من دون إعادة تسمية. المفردات: الطرح، مرتبة الآحاد ومرتبة العشرات. نأخذ فقرة أتعلم. ذهب 36 تلميذا إلى مدينة الألعاب. 14 تلميذا استعمل لعبة التدحرج. كم تلميذا لم يستعمل اللعبة؟ ما عدد التلاميذ في مدينة الألعاب؟ 36. ما عدد التلاميذ الذين استعملوا لعبة التدحرج؟ 14. ما عدد التلاميذ الذين لم يستعملوا اللعبة؟ نطرح 14 من 36. نقول 36 ناقص 14. نبدأ نطرح من الآحاد. 6 ناقص 4 يساوي 2. وهسه نطرح العشرات. 3 ناقص 1 يساوي 2. إذا 22 تلميذ لم يستعملوا اللعبة. هسه طلابي راح ناخذ فقرة أتأكد. السؤال الأول: استعمل جدول الآحاد والعشرات مع مكعب العشرة ومكعب الآحاد وأجد ناتج الطرح. 28 ناقص 5. نطرحها بجدول الآحاد والعشرات. نبدي نطرح من الآحاد. 8 ناقص 5 يساوي 3، والعشرات 2، والعدد الثاني ما بيه عشرات يعني 0. أنزل الاثنان، الناتج 23. 42 ناقص 11. الآحاد 2 والعشرات 4 والعدد الثاني 11. الآحاد أو العشرات؟ 10 واحدة. ونطرح الآحاد من الآحاد والعشرات من العشرات. 2 ناقص 1 يساوي 1. 4 ناقص 1 يساوي 3. إذن العدد 31. 87 ناقص 4. العدد الأول 87، الآحاد 7 والعشرات 8، ناقص العدد الثاني 4. عدد 1 يعني يكون بالآحاد جوّل 7. ونطرح 7 ناقص 4 يساوي 3، وأنزل العشرات 8. 66 ناقص 12. العدد الأول الآحاد 6 والعشرات 6، ناقص العدد الثاني 12. الآحاد 2 والعشرات 1. ونطرح 6 ناقص 2 يساوي 4، و 6 ناقص 1 يساوي 5. هسه رح ناخذ فقرة أحل. السؤال الثاني: استعمل جدول الآحاد والعشرات ومكعب العشرة ومكعب الآحاد وأجد ناتج الطرح. 93 ناقص 11. نخليها بجدول الآحاد والعشرات. العدد الأول 93، الآحاد 3 والعشرات 9. العدد الثاني يصير جوه الآحاد 1 والعشرات 1. ونطرح الآحاد من الآحاد والعشرات من العشرات. ونبدي نطرح من الآحاد. 3 ناقص 1 يساوي 2. ونطرح العشرات. 9 ناقص 1 يساوي 8. العدد 82. 67 ناقص 6. العدد الأول 67 تكتب 7 بالآحاد و6 بالعشرات ناقص العدد الثاني 6. عدد 1 يعني يكون بالآحاد جوّل 7. ونطرح 7 ناقص 6 يساوي 1، وأنزل العشرات كما هي. 6 لأن العدد الثاني ما بيه عشرات 0. العدد 61.
36 ناقصا 12. العدد الأول 36، الآحاد 6، والعشرات 3. نكتبها بجدول الآحاد والعشرات، ناقص العدد الثاني 12، الآحاد 2 والعشرات 10. 1 ونطرح 6 ناقصا 2 يساوي 4، و3 ناقصا 1 يساوي 2. 55 ناقصا 34، العدد الأول 55، الآحاد 5 والعشرات 5، ناقص العدد الثاني 34. الآحاد 4 نكتبها جوة الخمسة، والعشرات 3 نكتبها جوة الخمسة، ونطرح 5 ناقص 4 يساوي 1، و5 ناقص 3 يساوي 2. هنا راح نطرح أفقي 87 78 ناقصا 5، نخلي خط جو الآحاد 8 وخطين جو العشرات. 7 ناقصا العدد الثاني 5، عدد 1 يعني آحاد، نخلي خط جو ونطرح 8 ناقصا 5 يساوي 3، والعشرات 7. العدد الثاني ما بي عشرات، 0، أنزل السبعة نفسها، الناتج 73. 76 ناقصا 32 يساوي، نطرح الآحاد من الآحاد والعشرات من العشرات، نخلي خط جو الآحاد 6 وخطين جو العشرات 7، ناقص خط جو الآحاد 2 وخطين جو العشرات 3، ونطرح 6 ناقصا 2 يساوي 4، و7 ناقصا 3 يساوي 4، الناتج 44. 33 ناقصا 21، 3 ناقصا 1 يساوي 2، و3 ناقصا 2 يساوي 1، الناتج 12.